بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم، أهلا وسهلا تلاميذي الأعزاء. إذا أهلا بكم من جديد في عام دراسي إن شاء الله جديد نعود فيه إلى العلم والتعلم. مرحبا بكم في بداية مغامرة جديدة برحلتنا التعليمية لهذا العام الدراسي لسنة الثالثة متوسط. إذن إن شاء الله ستنطلق فيديوهات فقط للمراجعة، يعني مراجعة شاملة خاصة دروس الرياضيات، وهذا ما سنتطرق إليه في هذا الفيديو بحول الله. إذن لاحظوا هنا عندنا توقيت تكون تشخيصي في الرياضيات. لاحظوا التمرين الأول للتفكير فقط، هنايا الأعداد النسبية، هنا عندنا ناقص 8 ناقص زائد 4. إذن كيكون عندكم ناقص باش تتذكروا، كيكون عندكم ناقص، ناقص تتحول دائما الى موجب والاشاره اللي بعدها تتبدل، يعني هنا تساوي ا تساوي ناقص 8 ناقص 8، هذه تتحول الى زائد وهذه تتحول الى ناقص، هنا تتحول الى زائد وهذه الى ناقص وتساوي هنا عادي الاشاره رغم كيف كيف، اذا ندير ناقص ونجمعهم اللي هي 12. ناقص 8 ناقص زائد 4 هي ناقص 12، هذه هي. هنايا لاحظوا عندنا زائد، اذا ما عندنا واش نحاول ندير، تساوي ندير الطرح بين هاد العددين، يعني 7 ناقص 3 اللي هي 4، وندير اشاره اكبر قيمه، هنا اكبر قيمه هي 7، اذا ندير اشاره موجب. الضرب، الضرب نضربوا الاشارات اولا، هنايا اشاره ناقص وهنا زائد، ناقص في الزائد أو زائد في الناقص يساوي ناقص، كنضربو الناقص مع الزائد ولا نضربو الزائد مع الناقص يعطينا ناقص، وهنا نقوم بعملية الضرب مباشرة وهي 8 و4. هنايا نفس الشيء، عندنا الضرب، عندنا الزائد نضربوها في الناقص تساوي ناقص، ونضرب العددين اللي هو 16، ناقص 16. هنا عندنا كيما يكونش كاين مكتوبه اشاره هنا معناتها موجبه، يعني هنايا موجب نضربوه في الموجب، والموجب في الموجب هو موجب 6 في 2 هو 12، اذا نكتب زائد 12 هكذا او نكتب مباشره 12. هنا ايضا نكتب زائد 4 او نكتب فقط 4، لكن من الافضل اننا نوضح الاشاره. هنايا ناقص نضربوها في ناقص، قلنا ناقص في ناقص هي زائد، اذا ناقص في الزائد ناقص، زائد ناقص ناقص، زائد في الزائد زائد، والناقص في الناقص زائد، ضربوا إشارتين كيف كيف متساويين نصيبوا زائد، 5 في 3 يساوي 15. جيد، الآن نروحو للتمرين الثاني. التمرين الثاني قالولنا أحسب ما يلي، إذا هنايا عندنا كسر، 3 كسور، هنا عندنا عملية زائد، هنا عملية ضرب. دائما واش قريتو عامي فات، الاولويه للضرب، الاولويه للضرب، ان الضرب هاد الكسرين اولا من بعد نكملو العمليه. اذا هاد الكسرين نكتب، هاد الكسر نعاود نكتبو 7 على 5، نكتب عمليه زائد ونروح نضرب هاد الكسرين. كيفاش نضرب؟ نضرب هادي في هادي وهادي في هادي، كي نضربو كسرين نضربو بسطين والمقامين، اذا زائد شحال 3 في 4 12 على 2 في 3 6. انا حندير نجمعهم، عندنا كسر، عندنا مقامين مختلفتين مختلفين، لازم ندير توحيد المقامين، توحيد المقامين. هنايا هذه 5 نضربها في 6 وهذه 6 نضربها في 5، يعني 5 في 6 و6 في 5 كيف كيف. اذا نشوف نحل الكسر تاعي، 5 نضربها في 6 و7 نضربها ايضا في 6، كيما ضربت المقام نضرب البسط، هاوليك 7 على 5 تاعي ضربتها في 6 وهادي ضربتها في 6، لي زائد حل الكسر، هادي ضربتها في هادي، دونك حنقلب هادي نضربها في هادي، 6 ضرب 5 6 ضرب 5، وهادي 12 ضرب أيضا 5، كيما ضربت هنا نضرب هنا، هنا تولي عندنا 7 42 نمزحها، إذا 7 ضرب 6 42 قسمة 5 في 3 على 30، زائد 12 ضرب 5
من عشرة ستة، ستة في خمسة ثلاثة، لاحظوا المقامين راهم كيف كيف. كيكون عندكم مقامين كيف كيف، هنايا ندير كسر واحد، ندير المقام يبقى هو هو، ونجمع هذه مع هذه، عمل جمع ندير هذه زائد هذه وتولي اثنين عشرة. إذا هذا هو المفهوم. كي توصلوا كي تشوفوا كسر كبير كما هكا تقدروا تختزلوا، كما هذا قابل قسم على اثنين وقابل قسم على اثنين، أو قابل قسم على ثلاثة، نجمعوا اثنين والصفر والواحد يعني ثلاثة، تسيبوها من مضاعفات ثلاثة. إذا هنايا نقسم 12 102 نقسمها على ثلاثة، ثلاثة يبقى واحد اثنين ستة، لا أربعة عفوا، تجيني 34 على هذه تانية نقسمها على ثلاثة على عشرة. نزيد نقدر نقسم هذه على اثنين، نزيد نقسم هذه على اثنين، تجيني واحد تبقى لي واحد أربعة سبعة، تجيني 17. هذه على هذه كنقسمها على اثنين تساوي خمسة. هاني اختزلت وكان 102 على 30 رجع لي 17 على 5. يعني تقولوا تختزلوا حتى تصيبوا كسر غير قابل للاختزال تحبسوا، فهمتوا؟ وليت تقسموها هنا تقسموها هنا، هنا قسمتها على 2 قسمتها على 2، هنا معلي قسمتها على 3 قسمتها على 3. هاي شنو تكونوا فهمتوا. هنايا احسب كلا من العدد سي بي ا، اذا لاحظوا عندنا سي هو ا في بي، بي هو ا ناقص 5 على 24 و ا، اذا نبداو بالا هو الاول. الا عندنا 15 على 7 زائد 3 على 14، لاحظوا 15 على 7 زائد 3 على 14، لازم نديرو توحيد المقامات. هنا 14 نجم نضرب 7 في 2 يصير 14، إذن هذا يبقى كما هو، وهذا برك نضربو في 2، إذن تساوي ندير كسر 7 هنا قلنا نضربوها في 2 باش تولي لي كما هكا 14، هذه تاني نضربوها في 2 15 ضرب 2، هنا كما نضربو المقام نضربو البسط، صاي ضربناهم في 2 زائد تاعي ها هنا، وهذي تقعد كما راهي ما حولناهاش. 3 على 14 وتساوي 15 في 2 اللي هي 30 قسمة 7 في 2 هي 14 زائد 3 على 14 بقات هي هي. لاحظوا المقامات راهم موحدة، دونك شنو نديرو؟ نديرو المقام الموحد تاعي اللي هو 14 وندير هذه زائد هذه وتساوي 33. هاوليك هذا أ، هذا أ، هذا أ يساوي هنا بي قالولنا هو أ ناقص 5 على 42، أ هو اللي كعندي، إذا نعوض الأ تاعي بتاعه اللي هو 33 على 14 ناقص 5 على 42. هنا أيضا نوحد المقامات، شوفوا عدد أوراق نضربوه في 14 نصيبو 42، في 14 نضربها مثلا في 3، 3 في 4 12، 3 في 1 3 هاك 42. إذا نضربها في 3 تولي عندي 33 ضرب 3 على 14 ضرب 3، هذه ضربناها في 3 بنصيبو 42 باش نوحدو المقامات. هذا تاني البسط تاعو نضربو في 3 ناقص دائما 5 على 42 وتساوي، إذا تساوي هذه 33 ضرب 3 هي 99، 14 ضرب 3 هي 42 ناقص 5 على 42. هنا وحدنا المقامات، هنا كي نوحدو المقامات ندير تساوي، نكتب 42 المقام تاعي اللي هو 42 ونطرح هادو زوج، 99 ناقص 5 هي 94، نعم 94. إذا هنا شوفو تقدرو توحد تختازلوه، مثلا هذا تقسموه على 2 وهذا قسموه على 2، خلاص درنا هاد البي، هذا بي تساوي، إذا هذا هو بي تاعنا، باش نختزلوه نخلوهش كما هكا، نحاولو أننا نختزلو، ربعة يبقى واحد، 14 سبعة، إذا تجيني 47، سبعة هذي قسمتها على 2، هذي تاني نقسمها على 2، إذا 42 قسمها على 2، تجيني 2، صفر 2، 21، إذا هذي قابلة على 7، هذي 42، مكي قابلة على 7. هادي ما تقبلش قسمها على 7، إذا تقعد كيما راهي. إذا هذا هو بي، بي هذا هو خذناه واختزلناه. أنا نروحو سي، سي هي أ ضرب بي، ضرب عملية الضرب، أ و را هاهوليك، أ لي هو 3، 33 على قلنا على 14،
نضربوه في بيها هوليك اللي اختزلناه. قلنا كيما هاكا اختزلناه، هما كيف كيف برك هذا مختزل، يعني صغير 47 على 21 وتساوي عملية الضرب في الكسور من وحدوش المقامة، عملية الضرب نضربوه مباشرة، ماشي كيما الجمع والطرح، الجمع والطرح لازم نوحدو المقامة لازم، أما في الضرب لا خلو كيما راه ونضرب المقام البسط مع البسط والمقام مع المقام. نبدا نضربو 33 نضربوها في 47 و14 في 21 ونشوفو شحال نلقو، يعني نساوي 1551 على 294. هادو تقدروا تختزلو مثلا كنشوفو قابل قسمة، هنا قابل قسمة على 2 لا هذا نعم، لكن هذا لا، 3 نحسب الأرقام 6 11 12 هذا قابل على 3، شوفوا هادي 13 14 لزوش قابلين على 3، إذا نقسموهم لزوش على 3، هذا نقسموه على 3 وهذا نقسموه على 3 تساوي، نشوف الكسر تاعي جيني هنا 98 جيني هنا 700 لا 517. شوفوا إذا كان قابل 8 و9، 8 و9 17، إذن هذا غير قابل على 3 وهذا غير قابل على 2 أيضا غير قابلين، دخلوا هكا. هذه هي العملية التحليل، هذا هو أ ضرب ب. نروحوا الآن هذه أنجز العملية التالية، إذن هنا يوم نروحوا الأولويات، الأولويات دائما للضرب وللقسمة، شو هنا عندنا زائد عندنا ضرب وهنا عندنا ناقص، إذا لازم ندير هذه أولوية، هذه هي الأولوية للضرب تولي تساوي 28.2 ندير زائد تاعها ونضرب 5 في 12 تجيني 10 تجيني 60، هاي 5 في 12 يساوي 60 ناقص 7.4. إذا كي يكون عندنا الجمع والطرح نديرو بالتسلسل، يعني نجمعو هذه بعد نطرحو هذه وتساوي، نبداو نجمعو الأولى هذه 28.2 وتساوي 88.2 نقصو منها 7.4 وتساوي 80.8، هذه هي إن شاء الله باك ما نكونش غلطان في الحساب. هذه الأولى، نروحو الثانية. لاحظو عندنا هنا الضرب ولا الأولوية للضرب، هنا ما نقولوش أولوية للضرب، علاش؟ خاطر عندنا هي أقواس، إذن أولوية للأقواس، كي يكون عندنا أقواس أولوية للأقواس، كي ما يكونش عندنا أقواس كيما هنايا نروحو أولوية للضرب. إذن هنا نبداو بالأقواس ومن بعد نواصل، 28.2 زائد 5 شي هي نفس الأرقام لاحظو أو نفس الأعداد لكن مختلفين، لو تشوفو النتيجة غادي تختلف، هذه النتيجة الأولى ما كانش أقواس صبنا 80.8، هنا عندنا أقواس غادي نشوفو شحال النتيجة، نبداو بالأقواس اللي هو 28.2 زائد 5 33.2 نضربوها في 12 نقسم منها 7.4، إذا نحيد الأقواس. نروحو الآن أولوية لواش؟ أولوية للضرب، من بعد نروحو للطرح تساوي نضرب قبل هذه وتساوي 398.4، صحيح درت الضرب، الآن نقسم منها 7.4 وتساوي 391. لاحظوا ما كانش الأقواس صبنا 8.8، درنا الأقواس تبدلتنا النتيجة رجعتنا 391، علاش؟ خاطر الأولويات تبدلوا، نفس الأعداد قلت لكم هنايا لكن لاحظوا الأقواس راهم هنا راهم بين 12 و7.4، إذا باش نبداو الأولويات بالأقواس، إذا تساوي نكتب هذه تاعي نورمال عادي 0.2 زائد 5 ما نحسبهاش، ندير الضرب تاعي ونروح للأقواس نحيهم وتساوي 4.6، صحيح نحيد الأقواس نروح الأولوية للضرب، هادو زوج تساوي هادي نكتبها 28.2، ندير عملية الجمع ونضرب هادو وتساوي 23، الآن نجمعهم عادي تساوي
51.2. لاحظوا النتائج كلها مختلفة، فقط لعبنا بالأقواس بدلنا لهم بلاصتهم. هذا مكان. إذن هنا فقط باش تشوفوا الأولويات، والأولويات تبدل النتائج. إذن حذار. نفس الشيء هنا لاحظوا الأعداد كلها كيف كيف، لكن هنا عندنا الأولويات. مثلا هنا 18 قسمة 2 زائد ضرب 3. إذن الأولوية هنا للضرب والقسمة، الأولوية للضرب والقسمة. بصح كي يكون عندكم ضرب وقسمة في عملية واحدة ديروها بالتسلسل، يعني قسموا هذه وضربوا هذه. كي يكون عندكم الجمع والطرح فقط في عملية كبيرة، عندكم غير جمع وطرح ما عندكمش أولوية، روحوا ديروا بالتسلسل. كي يكون عندكم قسمة وضرب فقط روحوا بالتسلسل. كي يكون عندكم جمع وطرح وخلطة، يعني جمع وطرح وفيها ضرب وفيها قسمة، إذن الأولوية للضرب أو للقسمة، ومن بعد تبداو تتجمعوا وتنقصوا. وكي يكون عندكم أقواس نساو الضرب ونساو القسمة ونساو الأولويات الأخرى وروحوا للأقواس، بداو نحوا الأقواس هي الأولى، حتى لو كان داخل قوس عندنا طرح، عندنا هنا الضرب ولكن داخل قوس. ما نقولوش أن الأولوية للضرب، لا، من الأولوية للأقواس نحو. كي نحي الأقواس نبدا نحوس الأولوية للضرب أو للقسمة. في هذه الحالة عندنا قسمة وضرب، ما عندناش أولوية، حنديروها فقط بالترتيب وتساوي نقسم قبل 12 على 8 على 2 اللي هي 9، و9 نضربها ب 3 نساوي فيها 27. لاحظوا هنا نفس الأعداد تشوفوا، لكن هنا بدلنا 18 زائد ناقص، هنا عندكم زائد هنا عندكم ناقص، ما عندكمش أولوية، حضروها بالتسلسل كما هنا ما عندناش، درناها بالتسلسل قسمنا بعد ضربنا. إذا 18 زائد 2 20، 20 ناقص 3 يساوي 17. جيد، هنايا عندكم الجمع وعندكم الضرب، إذا الأولوية هنا للضرب تساوي 18 زائد هنا 2 في 3 اللي هي 6، 18 زائد 6 هي 24. هنا عندنا قسمة وهنا عندنا الجمع، الأولوية للقسمة. إذا 18 قسمة 2 اللي هي 9، 9 زائد 3 هي 12. هذه هذا فقط باش تذكروا الأولويات في العمليات. نواصل ان شاء الله عمرك ما تكونش غلطه في الحساب، حسبوا معايا. اذا هنايا نفس الشيء، نفس الشيء لاحظوا هنايا 15 قسمة 4 زائد 3، هنا الاولويه حقيقه القسمه، ولكن بما انه عندنا اقواس اذا الاولويه الاقواس تولي عندنا تساوي 15 قسمة 4 في 3 اللي هي 12، وتساوي 1.25. هنا نفس الشيء، نفس الشيء، ولكن حين الأقواس نكتنا كين حين الأقواس رجعت لنا الأولوية للقسمة. لاحظوا عندنا زوج تاع قسمة، عندنا زوج تاع قسمة، إذا نقسم هذه ونقسم هذه، 15 قسمة 4 تساوي 3.75 زائد 15 قسمة 3 وتساوي 5. إذا 3.75 زائد 5 يساوي، إذا 75، 5 زائد 3 8، 8.75. هنايا 4 زائد 10 ناقص 2 أولوية للأقواس دائما، يعني 4 زائد 10 ناقص 2 8 تساوي 12. وهنايا 10 زائد 4 زائد 10 ناقص 4 زائد 2، عندنا زائد ناقص زائد، إذا هنايا ندوها بالتسلسل، نبداو بهادو زوج اللي هو 14 ناقص 4 زائد 2، ومن بعد 14 ناقص 4 اللي هي 10 زائد 2 وتساوي 12. نديتها بالتسلسل، 4 زائد 10 14 ناقص 4 10، 10 زائد 2 12. هنا عندنا حاضنة وعندنا أقواس. أول حاجة قبل ما نحو الحاضنة نحو الأقواس، نحل الحاضنة تاعي ندير 10 زائد ندير نحي هنا نبدأ نحي الأقواس هادو، يعني 13 ناقص 11 تساوي 2، نبلع الحاضنة ونضرب في 5. إذا الآن نحي الحاضنة تاعي 10 زائد 2 اللي هو 12، نضربها في 5 وتساوي إذا 60. هنا نشوف هنا عندنا حاضنة وعندنا أقواس، نبدأ بالأقواس. إذا نحل الحاضنة تاعي نكتب 14 زائد 6 وندير ضرب
وصلت لحال القوس تاعي، إذن نحسب هنايا داخل الأقواس، نحسب داخل الأقواس عندي عملية الطرح وعملية الضرب، أولوية للضرب. إذن نضرب قبل ونطرح، إذن نضربها 2 نضرب 2 في 6 اللي هي 12، الآن 17 ناقص 12 هي 5، إذن هنا داخل القوس أقواس هنا كاين 5، إذن 5 راني نحيد الأقواس، ولكن الحاضنة تبقى لي نقسمها على 2. إذا نروح بداخل الحاضنة واش عندي؟ عندي زائد وعندي الضرب، أولوية للضرب، تقولي عندي 14 زائد شعر 6 في 5 30، يعني 14 زائد 30، 14 زائد 30 تساوي 44. هنايا 44، إذا نحيد الحاضنة تاعي نقسمها على 2 وتساوي 22، تساوي 22. جيد، الآن عندنا هذه الكسر، نبدأ بالمقام بالبسط والمقام. إذا في البسط تاعي شا عندي؟ تساوي بسط، عندي أقواس، عندي طرح، وعندي الضرب. إذا أولوية ماشي للضرب وإنما للأقواس، مادام عندي أقواس أولوية الأقواس، لو كان ما عنديش أقواس أولوية للضرب، صحيح؟ إذا هتولي عندي 4 نضربها من ناحية الأقواس، 7 5 زائد 9 هي 14 ناقص 7 ضرب 6، إذا عندي زوج تاع ضرب، لاحظتوا؟ هنايا نحسب هذه الآن، 12 ناقص 5 ضرب 2 أولوية للضرب، تولي عندي 12 ناقص 5 ضرب 2 10، 12 تقعد هي ونحسب هذه زوج ناقص 10. الآن نحسب، قلنا هنا أولوية للضرب، إذا 4 ضرب 14 16 5 ناقص 7 ضرب 42 10، 12 ناقص 10 2، إذا 56 ناقص 42 14 قسمة 2 وتساوي في الأخير 7. لاحظوا هنايا وصلنا للكسور، الكسور فقط للتذكير. أيضا عندكم 3 على 5 زائد 1 على 10، طبعا هنا المقامات مختلفة، لازم نوحدوا المقامات، نوحدوا هلا نرجعوها 10، يعني تولي عندكم 3 على 5، فاش نضربهم 5 فاش نضربها باش تولي 10، نضربها في 2، هذه أيضا نضربها في 2 زائد 1 على 10، هذا ما نخربوش فيه قاعد 10، شحال تولينا 3 في 2 اللي هي 5 عفوا 6، قسمة 5 في 2 هي 10 زائد 1 على 10، المقامات راهم كيف كيف. هنا نحسب مباشرة 6 زائد 1، 6 زائد 1 اللي هو 7، والمقام ما يتبدلش، يقعد هو هو، هذه زائد هذه يساوي 7 على 10. نفس الشيء هنايا نوحدوا المقامات، مثلا هذا كأنه المقام تاعه هو 1، إذا نوحدوا هنا المقام مش هنا، إذا 2 على 5 زائد نحل المقام تاعي هدف 1، فاش نضربو نصيبو 5 نضربو في 5، يعني نضربها 1 ضرب 5، وهذه أيضا نضربها في 5، 7 ضرب 5 وتساوي 2 على 5 تبقى هي 5 هي زائد 7 في 5، 7 في 5 35 قسمة 1 في 5 اللي هو 5، هاولك المقام موحد. إذا شتو لي المقام يبقى هو هو، ونجمع هادو زوج اللي هو 37، 37 على 5. هنايا نفس الشيء نوحدو المقامات، إذا هذا يبقى هو، ونوحدو هاد المقام تولي 13 على 21 ناقص، نحل المقام تاعي 3 على 7، فاش إذا فاش نضرب المقام هذا باش نصيب 21، لازم نضربو في 3، وهذه أيضا نضربها في 3 وتساوي، إذا 13 على 21 تبقى هي 3 في 3 ناقص 3 في 3 9، 3 في 7 21، هاوليك المقام موحد، يبقى لي هو هو 21، ونطرح هذه مع هذه، عندي الطرح، إذا نطرح 13 ناقص 9 4، نعم 4، إذا 4 على 21. هنا ما نوحدوش المقامات، عندنا الضرب، الضرب ما نوحدوش فيه المقامات، نضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام مباشرة، يعني نحل القوس
الكسر تاعي، نضرب 16 في 9 ونصيب 144، ونضرب 3 في 4 ونصيب 12. تقدروا تختازلوها، هذا قابل على 2 وقابل على 2، 4 و 4 8 9 قابل على 3 وقابل على 3. اذا يعني نقسموا هذا على 3 وهذا نقسموا على 3، ما نختازلوه ما يقعدناش كبير. 144 على 12 اذا نقسمها هنا تساوي 48، وهذه كي نقسمها على 3 تجيني 4. هنا ايضا نزيد نختزل، هذه نقسمها على 4 تجيني 12، وهذه نقسمها على 4 تجيني 1، يعني 12 على 1 تجيني 12، يعني 48 قسمة 4 هي 12. جيد، الان هنايا عندكم كسر هذا زائد هذا زائد هذا، هذا الكسر زائد هذا الكسر، نفس الشيء الاولويات كما في الاعداد العاديه، اولويات للضرب. اذا هذا يبقى هو عمليه الجمع، وهنا نضرب، هنا كي تضربوا ضربوا مباشره، يعني البسط في البسط والمقام في المقام، ما كاش توحيد المقامات. اذا 1 في 5 5 و2 في 3 6 هذه. اذا هنايا رجعنا عمليه الجمع عادي تاع بين كسرين، هنا لازم نوحد المقامات. فاش نضرب 6 مثلا باش نصيب 42، اذا لازم نضربها في 7، هذه تبقى هي هي. هنا نحل الكسر تاعي، نضرب 6 هنا في 7، يعني 6 في 7 تساوي 42، باش نوحد المقامات تجيني كيف كيف. هذه ثاني نضربها في 7، هاي 5 على 6 الزوج ضربتهم في 7، وتساوي هذه تقعد هي هي على 42. عملية الجمع 7 في 5 في 7 35، هل كسرت 35، و 6 في 7 42، هاوليك المقام موحد. إذا نكتب المقام تاعي موحد ونجمع البسط، هنا تساوي 42، 42 على 42 هي 1. إذا هذه زائد هذه في ضرب هذه تساوي 1، حسبناها لقينا 1. لاحظوا فقط باش تذكروا، اذا كان عندنا مثلا كسرين عندهم مثلا نفس البسط، مثلا 7 على 3 مثلا، وعندنا 7 على 5، اذا عندهم نفس البسط، لاحظتوا يكونوا كسرين عندهم نفس البسط، نشوفوا المقام الصغير هو الكبير. هنا في هذه الحالة وراء المقام صغير هو هذا، يعني هذا راه أكبر من هذا. إذا كسرين بنفس البسط أكبر كسر هو لمقامه، نعم لمقامه يكون صغير. أما العكس إذا كان مثلا عندنا مثلا 7 على 3 وعندنا هنا 8 على 3، هنا كيفاش نقارن بيناتهم؟ لاحظوا المقام راه كيف كيف، هنا كان البسط كيف كيف، قلنا الكبير هو اللي بسط هو المقام تاعو صغير. هنا لا، هنا الكبير هو اللي عندهم نفس المقام، اذا شكون هو الكبير؟ هو اللي البسط تاعو هو الكبير، يعني هذا راه اكبر، هذا راه صغير على هذا، هذا راه كبير عليه، على خاطر 8 على 3 تكون كبيرة على 7 على 3، مادام تكبر مادام النتيجة تكون اكبر. مثلا انت يكون عندك 1 تقسمه على 5 وعندك مثلا 7 تقسمها على 5 وراهي الكبير، عندك 7 حبات حلوى تقسمهم على 5 وعندك غير حبه حلوى تقسمها على 5، باينه هذه صغيره، هذه النتيجه تاعها صغيره، هذه هي الكبيره. اذا اللي عنده اكبر بسط هو اكبر كسر، وهنايا اللي يكون كيف كيف في البسط اللي عنده اصغر مقام هو الكبير. اما في هذه الحاله اللي نفهموا منها، اما في هذه الحاله هذه ما عندناش لا البسط كيف كيف لا المقام كيف كيف، هذه الحالة نوحد المقامات، يعني نقوم بتوحيد المقامات. فغالبة الأحيان يعطيكم مقام يكون مضاعف للمقام الآخر. هنايا لاحظوا هنا عندنا 14 هنا عندنا 8، ما نعرفش وين 8 فاش نضربها باش نصيب 14، ما كانش، و14 يعني ما نقدروش، شنو ندير؟ نضرب هذه في 14 وهذه في 8، هذا نضربها في 14 وهذه نضربها في 8، صحيح؟ يعني تولي عندكم هذه الطريقة، هذه بهذه الطريقة تولي هكذا، تولي
11 على 8 نضربها في 14 نضربها في 14 نضربها في 14 بهذا الكسر بهذا المقام. والمقارنة هاي من هنا نحل البسط تاعي، يعني هذا حنضربها الآن في 8 حنقلب، يعني تولي 7 على 14 هذه نضربها في 8 وهذه نضربها في 8. أنا نجم نحسب هذه تعطيني 112، ندير المقارنة أنا ثانية أيضا نحطني 112 هما هاو المقام راهم واحد، تقلي هذه نضربها في 8 وتساوي 56. هاي الآن راه عندنا نفس المقام، إذا كي يكون عندكم نفس المقام البسط الأكبر هو أكبر كسر. هنا عندنا 56 وهنا عندنا 154، إذا هذا راهو أكبر من هذا، يعني هذا أكبر من هذا، ما تكتبوش هذا يعني في الورقة، هادو هاد العملية هادي تقوموا ديروها في الوسخ وجو تكتبوا النتيجة هنا، يعني هذا راهو أكبر من هذا. نفس الشيء هنايا لاحظوا 70 على 20 وعندنا 7 على 2، هنا راه من مضاعفة 20، إذا هادي فاش نضربها نصيبوها 20 نضربها في 10، هادي هذا يبقى كيما راه، هادي يبقى كيما راه 70 على 20 وهادي نضربها في 10، يعني 7 هذه نضربها في 10 وهذه نضربها في 10، تولي 7 في 10 تولي 70 و2 في 10 هي 20، يعني حنا موحدين المقامات. اذا عندهم نفس المقام وعندهم نفس البسط هذو راهم متساويين، يعني 70 على 20 و70 على 20 راهم متساويين. الان هنايا هذه 2 7 على 12 نفس الشيء، هنايا حنضرب نضرب هذه في 12، هنا نضربها 1 نضربها في 12 وهنا هادي نضربها في 12، حطو تجيني 24 على 12 وبين 7 على 12، إذا نفس المقام أكبر بسط هو الأكبر، يعني 2 راح كبيرة على 7 على 12، طيب بهاد الطريقة. إذا تاني أعزاء انتهينا من المراجعة الأولى، تنديرو فيديو ثاني إن شاء الله ونواصلو في المراجعة. خليكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.